خلينا نبدأ فقرتنا النهاردة. في كتير ممكن اللي بيشوفونا يقلق دلوقتي، يقول أنا إيه ده، هو أنا ممكن يكون ابني عنده مشكلة؟ طب أنا أعرف إزاي؟ خلينا قبل ما نبدأ في المشكلة ونعرف إزاي إيه أسباب إن أنا ممكن عندي شاب مراهق أو بنوتة مراهقة تقدر تمشي في طريق الإدمان أو يحصل لها زي إدمان لنوع من أنواع المخدرات. خلينا الأول بس أشكركم إن أنتوا فتحتوا ملف مهم جدا، يعني لامس كل البيوت في مجتمعنا. وخلينا قبل ما نتكلم ازاي اقدر اكتشف ابني مدمن او غير مدمن، خلينا بس نعرف يعني ايه ادمان وايه الفرق بين انواع الادمان او نقط معينه في الادمان كده. اولا الادمان عرفته الجمعيه الامريكيه لطب الادمان انه مرض اولي قائم بذاته مزمن يصيب مراكز المكافاه في المخ. طب عشان نبسطها للساده المشاهدين، مرض اولي يعني هو مرض جه بدون مرض اخر، مش سبب لمرض خلاه المرض ده، مش نتيجه مش نتيجه لمرض تاني. قائم بذاته مزمن، ان هو لو حاولنا نفسرها كده، لو قلنا ان مرض السكر ومرض الضغط هو مرض مزمن. لكن لو القدم السكري هنقول مرض ثانوي. طب يتصف بايه التعريف اللي قالته الجامعه الامريكيه لطب الادمان؟ اول حاجه وصفته فيه كده ان هو الانشغال الزائد، والانشغال الزائد بيتقسم لشقين. اول شق في الانشغال الزائد اللي هو انشغال المدمن او متعاطي بكيفيه هيجيب ازاي الماده المخدره او هيجيبها منين او هيتعاطاها ازاي. ده الجزء الاول في الانشغال الزائد. الجزء الثاني في الانشغال الزائد ده بيجي في وقت ما يقرر انه يتعالج، بيبقى بياخد وقت كبير في التبطيل، فده بالنسبه له بيبقى تعب وشغله جدا. الجزء الثاني او التعريف الثاني فقدان السيطره. وفقدان السيطره بيجي هنا ان هو خلاص بقى يعمل سلوك قهري، انه بيتعاطى الماده المخدره دي ومش قادر يبطل. حتى كان يجي لنا الاولاد يقول لك انا نفسي ابطل الحاجه دي ومش قادر، هو فقد السيطره على نفسه. تالت حاجه ودي برضو الاصعب شويه، ان هو الاستمرار رغم العواقب. والعواقب هنا ممكن نحط تحتها كذا حاجه، اللي هي اعراض نفسيه او جسديه او قانونيه. ومهما اتكلمنا معاه وحاولنا ننصحه لازم توقف عشان هيحصل لك مشكله نفسيه او جسديه او ممكن تحاسب قانونيا، هو بالنسبة له ده مش في دماغه خالص. هو عاوز يوصل للذة اللي بالنسبة له هي دي المتعة الحياتية. لما نيجي نفرق لازم في الإدمان نفرق بين حاجتين، من مستخدم المواد المخدرة ومدمن المواد المخدرة. إيه الفرق؟ إن مستخدم المواد المخدرة ده بيبقى بيشرب المخدرات أو بتعطى المخدرات على فترات بعيدة، وبنقولها دايما يقول لك بشرب في مناسبات. أيوه. زي أفراح أو أعياد ميلاد أو أعياد. يبتدي يقول لك انا بشرب على مسافات بعيده، يعني لما يجي لي ابني شارب سيجاره ما بلاش اخد خلاص بقى مدمن والدنيا كده سودت، لا هو ممكن يكون بس هو حد كتجربه، وهنفهم يعني ايه تجربه قدام. الجزء الثاني اللي هو، وده على فكره يعني المستخدم ما بيجيلوش الاعراض النفسيه والجسديه عشان على المدى البعيد، لكن مدمن المواد المخدره ده بيتعاطى المواد المخدره بمسافات قريبه جدا وبكميات كتيره. فده بيحصل له اعراض نفسيه وجسديه مؤلمه. معلش عايزه اتوقف في الحته دي، هو مستخدم غير المدمن في كل المواد؟ يعني في حاجات معينه زي الهيروين، زي الحاجات اللي هي القويه دي؟ لا طبعا دي ما نقدرش نقول ده مستخدم، ولا بياخدها في المناسبات. لا طبعا دي مش مستخدم. صح؟ نعم. احنا بنتكلم على الكحول مثلا، على شرب السيجاره، ايا كان، لكن مش هيروين. لكن البودره دي بتبقى ليفل صعب شويه، بيوصلها المدمن بعد فترات طويله. لا بس دايما برضو نسمع استاذ صمويل بيقول اني مثلا فكره ان انا جربت الحاجه مش هقدر ابطلها، فانا ازاي هيبقى ثانوي او عند المناسبات؟ ما انا مجرد ان انا مثلا شربت السيجاره او شربت حاجه معينه ايا كان، يعني هي بيندرج تحتها ايه، ما خلاص انا اتعودت عليها وتعودت انها تبقى موجوده في دمي بصفه مستمره. كلام سليم، بس هو لما تيجي تتكلم معاه هو شايف ان الحاجه دي بالنسبه له ان هي حاجه كل فين وفين، لو مناسبه جت هيحصل لي ده هاخده، لكن انا مش معتمد اعتماد كلي على الماده الادمانيه ان اقدر اعيش حياتي. ده الفرق بين المدمن وبين المستخدم. المدمن ما بيقدرش يمارس اي حاجه في حياته لان هو عنده اعتماديه، حياته كلها متوقفه ان انا مستني اخد الحاجه اللي انا عاوزها.